الأسعار وارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق موضوع الساعة بالنسبة للشارع الفلسطيني. هذا الأمر يتأتى في ظل عدم انتظام الرواتب والاقتطاعات التي تجري فيها، إضافة إلى الارتفاعات المهولة في أسعار كافة المواد الغذائية وكذلك مواد البناء وغيرها من الأمور. هذا الأمر أرهق الشارع الفلسطيني في ظل عدم وجود مؤشر حقيقي لارتفاع الرواتب وغلاء المعيشة. كيف يدبر المواطن الفلسطيني نفسه في ظل بقاء الراتب كما هو وارتفاع الأسعار؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من صوت الشارع التي يأتيكم عبر وكالة جي ميديا. في ناس يعني من أهل الخير بيساعدوني شوية والله. نار 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 غالي، أغلى من إسرائيل، أغلى من إسرائيل. تقدر تقول مش عايشين، مش عايشين. يعني الواحد بيقدر يعني إذا بده ابنه يشغل منه عامله ما بيقدر يوفر له إياها، ما بيقدر. صحب يعني اللي راتبه 2000 2500 3000 شيكل يعني بتقدر تكون مش عايش رسمي، للي احنا شايفينه مش عايش. والله خليها على الله. شو يعني متك شايف غلى الاسعار، كل اشي نار مولع، يعني يا دوب معاشك بكفيك يا دوب لاخر الشهر. أنا كرب أسرة يعني عدد أفراد أسرتي أنا وزوجتي وأولادي 4. شوف الغلاء اللي إحنا فيه هلا، مش أقول لك كلمة فاحش قليل عليه، لا يطاق لا يطاق لا يطاق لا يطاق. لكن إحنا شعب شو اللي بتوفر بإيدينا بنعيش فيه. إن إجاك 1000 بتعيش فيهم، إن إجاك 4 بتعيش فيهم، إن إجاك 10 بتعيش فيهم، إن إجاك 100000 برضو بتعيش فيهم. أنا على أساس بمشي بالشارع وبشوف الناس كيف إنه يعني بيحتاجوا لشحن كرت كهرباء، لتعبئة جرد غاز، يعني الوضع صعب جدا جدا. من هيك أنا بوصي نفسي وبوصي الناس وبوصي أصحاب رؤساء المال إنهم يديروا بالهم على الناس الفقراء، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله. من ناحية الأسعار هي غالية، نرجو يعني من إخواننا يعني في السلطة الفلسطينية في وزارة هذا إنه يبحثوا عن هذا ويخففوا الأسعار عن الناس. كديش بيقدر يجيب لأولاده شغلات خفيفة وبسيطة، لأنه الحياة صعبة صعبة جدا. يعني اللي عنده 4-5 أولاد وبده يطعمهم ويسكيهم، حتى إذا بيكون عنده ولد كمان ولد جامعي يعني بجوز يتداين، او اذا عنده شقفة ارض بيعها. بدك تخصم من اشي لاشي، يعني هاي اللي بدك تعمل. اما تقدر تجيب جميع متطلباتك الشهرية على معاشك الشهري مستحيل. للأسف لانه احنا عايشين في واقع الكماليات اللي بنستهلكها في حياتنا واللي بنحتاجها تدخل او بندخلها علينا اكثر من خليها على الله. شو يعني متك شايف غلى الأسعار، كل إشي نار مولع، يعني يا دوب معاشك بكفيك يا دوب لآخر الشهر. أنا كرب أسرة يعني عدد أفراد أسرتي أنا وزوجتي وأولادي 4. شوف الغلاء اللي إحنا فيه هلا، مش أقول لك كلمة فاحش قليل عليه، لا يطاق لا يطاق لا يطاق لا يطاق. لكن إحنا شعب شو اللي بتوفر بإيدينا بنعيش فيه. إن إجاك 1000 بتعيش فيهم، إن إجاك 4 بتعيش فيهم، إن إجاك 10 بتعيش فيهم، إن إجاك 100000 برضو بتعيش فيهم. أنا على أساس بمشي بالشارع وبشوف الناس كيف إنه يعني بيحتاجوا لشحن كرت كهرباء، لتعبئة جرد غاز، يعني الوضع صعب جدا جدا. من هيك أنا بوصي نفسي وبوصي الناس وبوصي أصحاب رؤساء المال إنهم يديروا بالهم على الناس الفقراء، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله. من ناحية الأسعار
هي غالية، نرجو يعني من إخواننا يعني في السلطة الفلسطينية في وزارة هذا إنه يبحثوا عن هذا ويخففوا الأسعار عن الناس. قديش بيقدر يجيب لأولاده شغلات خفيفة وبسيطة؟ لأنه الحياة صعبة جدا. يعني اللي عنده 4-5 أولاد وبده يطعمهم ويسكيهم، حتى إذا بيكون عنده ولد كمان ولد جامعي يعني بجوز يتداين، أو إذا عنده شقفة أرض بيعها. بدك تخصم من إشي لإشي يعني، هاي اللي بدك تعمله. أما تقدر تجيب جميع متطلباتك الشهرية على معاشك الشهري مستحيل. للأسف لأنه إحنا عايشين في واقع الكماليات اللي بنستهلكها في حياتنا واللي بنحتاجها تدخل أو بندخلها علينا أكثر من الأساسيات، الكماليات اللي قاتلتنا. أما الغلاء، يعني الغلاء بالذات نحكي نرجع للغلاء اللي هو غلاء المواد الأساسية، فعلا إشي مش طبيعي. كل إشي طلع، أغلب الشغلات الأشياء الأساسية طلعت سعرها 100%. غلى الأسعار مش على العامل يعني على الموظف ولا على العامل، غلى الأسعار شامل على الجميع، على الجميع، وكل إشي زي النار. ما أنتك شايف؟ عندك حدا في الجامعة؟ عندي ولد جامعة، وعندي واحد احتياجات خاصة أخرى كمان يعني، والحالة خليها على الله. حتى لو كانت غالية مضطر أجيبها لأنها أساسية، أما إذا كمالية ومش بإيدي بأجلها، وإذا قدرت أستغنى عنها بستغنى عنها، ما في يعني. أنا الحمد لله رب العالمين يعني مدبر شوي في حياتي قدر الإمكان مشان أقدر أوافر أولادي حقوقهم، لأنه أنا في النهاية أنا إنسان دخلي محدود جدا، فبدي أوائم الدخل مقابل المصروفات مقابل احتياجات بيتي مرتي أولادي. أول شيء عندي بيت آجار ومي وكهرباء، وعندك عن علمك إحنا لما اللي بتعيش المدينة مصاري المدينة منها فيها، اللي بدخل عليك يا دوبي أضيف، وبالذات الحين بس بحكي كلمة واحدة، الله يكون بعون اللي بيشتغل يوم بيومه، وإحنا واحد وأنا واحد منهم والحمد لله رب العالمين. يعني أنا أعرف إنسان فقير أخ مثلا حالته منيحة وأخوه ضعيفة حالته، يدير باله عليها، إحنا يعني بمعنى ندير بالنا على بعض، نرحم بعض حتى تنزل رحمة ربنا علينا.